مش قادرين نصلي. ايات قيصر بوليه جاوا ما بعتناش المكتوب. لا وين ايه شو قال؟ كانش البلد مثل اليوم. شو قال له يوميتها بالمكتوب؟ قال له 3000 خرطوشي موجودين و 300 بارودي موجودين، ما هي اين لقلبك البعيد؟ وكان ما عندكش جرأة تهاجم على نبل، لقينا مع بركة شرعبه تحت. مين؟ مين هو كان صادق حمزي ده؟ كان هو يهاجم من دبعيل. ايه اول ما طلعنا من صور مع الحملة جينا على بلده وحرقنا بيته. ايه كنت انا ترجمال بقى اللي يعرف شوية فرنساوي، جينا على صبرة اسمه دبعيل بس ساحل تحت. ايه يلا يا شباب نزلنا على البلد بسرعة، كل من اخذ رغيف وطلعنا صفيناها ريش من خلال براد تتلحق من نور لقاهم بين الواحد والواحد 20 متر، واخذنا متاريسنا. كم كان في شاب يعني بهديك الوقت؟ في شي 150. كله كان معه بواريد؟ في بواريد، شو ما اعطونا الفرنساويه بواريد. قديش كانت تعد البلد بهذيك الوقت؟ كان في شي 800,000، 800 اقل. ليش؟ قلت لك اجى حياه عم مطروح. قال بدك تطلع؟ قلت له بدك. قال بدي اعطيك الهديه. هاد خير تعود الصريط، هاد بتوقف من الرصاص ومن كل شيء، خليها برقبتك خذها بعد ما عيل اليوم برقبتك. مبينة بتبين ولا حاططها ب حاططها شقفة يعني؟ ايه حاططها ببيت ومخيطها. هي محطوطة. وصل صادق حمزي على بركة شرعبور قوص ضربين معه بيطلع 30-40 خيال. جوابنا نحن تك 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 ما خلت براد لا منا واحد ورا واحد مثل مكنة المدرسة. ايه ركب فرسه. كم مرة؟ ما عادش مي على عين 12 مفرس وشويش وأمباشي 12 مطرح من بيت الخور يوسف عطني من أوني، كانت البلد صغيرة تتلحق لهم. ضلوا سهراني وعاملين هيئة تفتيشية وكل دورية تطلع تمشي عبيادة للقصر تلتقي بالدورية فيها النظام عصر تحت الرصاص. داود يصرخ اللي طار من بعيد كله موجود. كلمة التعارف. كلمة التعارف، كلمة السر. طيب قديه ضليتكم على هالحيلة؟ 6 أشهر. 6 أشهر؟ نعم. هذا كله بسنة 20 يعني؟ ايه. بأول؟ من قوانين؟ أيوة. كثرة التعديات. اجوا هاجموا دبل. اها. طلبوا منه محمود الاحمد من بيت جبال بيت البز او صادق حمزه، طلبوا منه 50 ليرة دحن. اجوا اهل دبل اعطونا خبر لهم. قلنا نزلنا بيجي 40-50 شاب عدد. طوقنا دبل. وبقينا خايفين نلعب. الصبح ولا طالع المرسل ولا يا قال عنده وين البلد؟ لا قال معي المكتوب. نالوا يا عكروت بعد في دبل؟ نحن العين من المحتلين دبل. ارجع احسن ما تموت.
طريق قوس ونزود على عيون عريا. قديش كانت دبل بهذيك الايام تعد؟ على سكانه ايه شي 700 مثل عينب يعني؟ اصغر اصغر شوي ايه وتعدوا على عيون على الرشيد واجا احتلوا هذا جبل حماية. ايه قال مش لدبل هذا إلنا. تعدوا عليه شجعناه نحن كل المسائل هذه ولدت عقل حقد على عينب على عينب ورمش مثل العادي اتفقنا نحن وياه تيجوا لعنا لا مخالفين طيب اذا صار علينا شيء أو صار عليكم شيء بتدقوا بالجرس وخواس منيجي لنجدة أول ما بلش يطلع الخواس بعينبي رحلوا وصلنا لقيتولوا للجرس صرتوا لقيتوهم في الليل فيش إنسان دو مري ما فيه صرنا داير ركبيلي نحن من كتنا طلعت على الدوار عيات قيصر بوليس بطرس الديك ومرور مخول صرب الشبيل أخذنا أنا ومرور فعول ومرور عنا عمو ولا بركة ولا وديع فوق بيرحمنا الحج صارت العالم تكاطر بالأول وصلنا عن جرودة بيت الشماس لقينا طموس الديك مدة متصاب برمته معه أخته عفيفة كملنا طلعنا على الطوال خدنا مراكز شوي كاثرت العالم شيء عجيب يعني عم بلكت شلعبون على الأرض دي غلب شلعبون مش ساعة شوي اهل الطير اجوا من الترطيب من فوق ويحوض وهي الحنين؟ الحنين بعدين بلشنا نحن ننقل عليهم ويس صار حياة مارون يوسف حنا ما ولدوهم بيت الدب يرفع راسه بقى قال له حياة مروح حول هو هون مرونة مرونة وأنا هون منه ولا تحت في يوسف الزقلون وفي انتص السبعينيين وحدي من هون في مرون فعون أنا معي برودي ام رماني مصنرية ما بتحمى ابدا على قوانا قوست فيها يوم بيجي ميت ضرب محلي حياة مرون فعول معه مرودي ام كك ارمانية حمية قال لي ما عداش تسحب البرود انا معي 3-4 جنيهات وخرطوش من كيسنا مش من كيس الدولة يسحب بالمشا تدق فيها 5 تضرب رفع راسه هيك قال له حياة مرفع ولولك يا اخوتي هيك والهيك وطي راسك سبت نور ما خلو هيك ترصاصة اجيته بقى تم مرون سبحانه هو حد ارفع لنا دي طلعتوا على الدخان شوي طنز السبعين هذا رحي غير انا تصوبت بكيت فيها صرخ علينا قيصر بوليس كان مني نولى فوق دوال حياة نصي قال اتوقتوا اطلعوا بسرعة بنا ننسحي قمنا طلعنا طلعنا لكن صاروا العين تحشرين العين علينا يا منا
والطير منها والعرب منها ولا العالم في علينا خذ وين خذ 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 وين نروح ما نرجع لورا. العرب جايين بالمومية ما عاد في مسجد. شو بنعمل يا شباب؟ غير ما نرفع رحت ننزل صبل بخير لبينا حالنا ومشينا. بدي اقول لك الرصاص علينا كان مثل زخ المطر. والحمد لله وصلنا على كتف البخينة ما حدا مننا تصور. هونيك بعد السبعين هذا معنا قال يا شباب لا تعودوا تمطروني انا صار مني دم كتير بدي دب حيلي بجب اللبن تبقى روح عمالي خلي شو بنام حياة يوسف الزخرور معه بارودي ألمانية رميت بها الجب قولك ليه قيل ثقيلي بنانا ناس ثقيل وهيك توصلنا على شو اسمه عمعصرة جريس مرتب حزرة الدبس لتحت المحفر تحت المحفرة هونيك وقفنا التفتنا على البلد لقينا ضربة شباك وين؟ عم بيفقع فيها القرمة بوب 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 بو. معنى حياة بص الديك شيف الشوفي غيب غيب لنا نرش عليه مي وفيقنا قمنا طلعنا على المحفر ولا العيطة هي على الخرب منهم لقينا عليهم نقواس كفتوا الضربة على الحنين وقطعوا على حنين بعد أثناء هذه في بغيلي من تجبال حاملين خروب أربعة خمسة قواسنا واحد منهم على المحفر حياة عمة تنقل شوف هو يقول دخلكم سحبوني على كتف المي قول سحبناه ونزلنا متويلة يا نزلنا لتحت أخلين العدد اجتمعنا ونقول مين يا شباب البلد الدير بعده ملايين الناس حياة أيوب خريش محاصر بتكنة الكنيسة عالتكنة جمعنا حيل سبعة اثنين